نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا في لا فيديو هادي. اول حاجه ما تديوش على شعري حيت انا شعري دغيا كيتزيد وكنت باغا نصور لكم هاد لا فيديو هادي فراه دابا خصو يتغسل. المهم ما تديوش عليه، ركزوا غير في الهضره اللي كنقول لكم. لا فيديو ديال هاد النهار غادي تكون روتيني قبل وبعد الحمام، واومام طو غادي ندير لكم روتين زعما العنايه بالنفس بالنسبه للبنات اللي هكا قدي اولا بالنسبه للبنات اللي صغار عليا حيت ما عارفين شنو غيستخدموا. تلقى بزاف ديال الميساجات احلى معافاك ديري لنا العنايه بالنفس، احلى معافاك ديري لنا كيفاش كتعتني براسك. فانا درت لكم هاد لا فيديو هادي جمعت فيها كل شيء، غبرت وعارفه لي فيديو ما غاديش يبقاو يطلعوا، ما تنساوش انكم ديروا لجام و تهبطوا تابونوا. اول حاجه غادي نبدا لكم برودوي اللي كنستخدم قبل الحمام، ومن بعد عاد غادي نابليكي دوك لي برودوي على وجهي. المهم اول حاجه البنات اللي كنبدا بها واللي هي هاد زيت الكوك. زيت الكوك راه عندها واحد المنافع كبيره، وانا كنت كنستخدمها فاش كان الشعر ديالي في الكحل، كانت كتعطيني واحد لابريونس واحد الرطوبه، وليت خديتها البنات اللي راها جديده يلا خديتها هي. وتقدروا تلقاو بزاف ديال الاشكال، ما كاينش غير هاد لا مارك هادي. هذه البنات راه خديتها ب 40 درهم، كتكون البنات جامده في المشى وفي الصيف كتولي بحال الزيت، فهذه البنات كنديرها قبل الدوش واعره بزاف. الشامبو كندير هذا ديال بونتين، يلاه بديت بديت كنغسل به شعري صراحه زوين. وكندير هذا ديال الالترا دو، هذا لابري شامبو حتى هو زوين، جربت ديال البنان وجربت حتى هذا واعر بزاف. شوفوا البنات خذوا هذا ديال الكوك، عرفتوا احسن بزاف من هذاك ديال البنان، هذا كيرطب الشعر شو كيخلي واحد الريحه زوينه في الشعر وكيرطب الشعر. المهم هذا كنديرو من مور الشامبو، كنخلي واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق وكنغسلو وشعري كيخرج زوين. من بعد البنات عندي التبريمه، التبريمه شي حاجه ضروريه بالنسبه لي انا. هذا البنات يلا خديتها جديده وغادي نجربها، فيها الاعشاب الطبيعيه وفيها العكر الفاسي وفيها الحنه. دونك هذه البنات تبريمه كديروها قبل باش كتحكو بالكيس. انا هذه البنات كنخلطها مع الصابون البلدي، تقدروا تخلطوها مع صابون البلدي والماء ديال الازير ديال البابونج وهم اي ما فيه العشوب تقدروا تزيدوا تخلطوه معاه. انا ما في اللي يدير هاد الحوايج هادو، كنخلطها غير بالصابون البلدي، كنديرها على لو كور ديالي كامل وكنتسنى واحد 5 دقائق. 5 دقائق اقل حاجه، تقدروا تخليوها 10 دقائق باش هكا تصفي لكم الداش ديالكم، كتصفي كتبيض كتحيد هذيك الكحوله ديال الشمس اللي كتكون عندنا من الصيف، صراحه زوينه بزاف كما كانت تبريمه. المهم تكون تبريمه، كاين تبريمه ديال النيله حتى هي زوينه، كنت ديجا جربتها. وندوزو المرحله اللي من بعد واللي هي الوجه. شنو غادي نستخدم له؟ اول حاجه البنات خصكم تحيدوا الشعر من وجهكم قبل ما تدخلوا الدوشو. بالنسبه لي انا هذه هي الطريقه اللي كندير، وبالنسبه كاين شي بنات اللي حتى كيدوشوا عاد كيحيدوا الشعر من وجههم. انا بالنسبه لي الطريقه الصحيحه واللي هي قبل ما تدخلي الدوشي خصك تحيدي كاع الشعر اللي في وجهك. انا كنستخدم هاد الالويفيرا، هذه كنت خديتها من كارفور. فوالا كيفاش كتجي، الثمن ديالها داير شي 99 درهم بحال هكا، تقريبا 100 درهم. وكندير هاد الفلامينغو، هاد الماس هادو كنقد بهم الحوايج بيه، كنحيد بهم الدوفي، صراحه زوينين زوينين بزاف بزاف. كتابليكيو لهاد الالويفيرا هادي، ومن بعد كتخدموا بهاد الماس هادو، واعرين بزاف وعمليين تقريبا كاع البنات كيستخدموهم. من بعد كتغسلي وجهك بالغسول ديالك. عقلتوا العام اللي فاش كنت قلت لكم غادي نجرب هاد السيغاف، هذا صراحه واعر بزاف سورتو البنات اللي عندهم الحبوب، ملي كنوضع لي الحبوب هنايا فهذا واعر البنات، واعر واعر بزاف كنصحكم به. بعد كديروا المقشر، كتنشفوا وجهكم مزيان ما تخليو فيه حتى شي نقطه، ومن بعد كديروا المقشر. يا اما كديروا المقشر ديال دوك الحبيبات، يا اما كديروا هذا المقشر هذا ديال الاورديناري. انا البنات راه صافي قريب يتسالالي، زوين بزاف هذا المقشر هذا. والصراحه بالنسبه للبنات اللي كيقولوا ما تستخدموش المقشرات اللي فيهم الحبيبات،
استخدموا هذا. انا صراحه ما جانيش بيناتهم شي فرق الصراحه. هو زوين هذا ديال اورديناري كيخلي فلابو واحد لابريونس، ولكن اي مقشر غادي يعطيك نفس النتيجه. ما تاخذوش شي مقشر اللي يكون قاسح على البشره بحال مثلا السكر بحال مثلا القهوه، خذوا دي سكراب اللي كيكونوا نوجانتل على لابو، اللي كيكونوا خفافين على لابو بحال مثلا هذا. البنات هذا راه ما فيش دوك الحبيبات كبار. انا مره كنستخدم هذا مره كنستخدم هذا، وكما قلت لكم راه ما جاتنيش بيناتهم شي فرق، راه بجوج كيقشروا. غير هذا ما كتقشريش هكا يعني، غير كتحطيه كوم ان ماسك، وهذا كتقشري بحال هكا يعني بحال الغاسول. فالبنات لابيلاسيون بزاف كتسولوني اللي كترتاح في لاسيغ دير لاسيغ، واخا انا كتجيني قاصحه. بالنسبه للبنات اللي كيديروا الرازوار دير الرازوار، غير شنو هي تكون اون مارك اللي معروفه بحال مثلا فينوس. فينوس زوينه، المهم كاين بزاف ديال لي مارك زوينين. فكما قلت لكم كل وحده وشنو كتبغي دير. فوالا هادشي اللي كاين. دابا البنات غادي نمشي ندوج، ومن بعد نرجع لكم بالروتين ديال من مور الدوش شنو كندير. نهضر لكم شويه على هاد لي برودوي هادو اللي كندير من ورا الدوش. عندي البيجاما ديالي ضروري، هاد البيجاما هادي كتعجبني بزاف وكنلبسها بزاف. كير فري هادو راهم معروفين، هادو ديال ديما باش هكا تبقاو نقيين نهار كامل. دونك هادو راه ديال ديما تقدروا ديرهم ديما. من بعد عندي هاد التقاشر هادو راكم عارفين البرد. البيجاما ديالي اللي كنلبسها بزاف كتعجبني هاد البيجاما هادي. عندي هاد ديودورون هادي ديال دوف، عندي هاد ستيك هادي ديال دوف. انا حطيتهم هنا بزوج غير باش تاخذوا فكره، سواء كندير هادي سواء كندير هادي، وزوينين كيعجبوني. من بعد كندير هاد الريحه هادي ديال اندلس، وهاد لابروم ولا كريم ايدغاتونت ديال لو كور. فوالا هادشي اللي كندير من ورا الدوش. المهم بنات ساليت الدوش ديالي، دابا غادي ندير ماسك. الماسك اللي غادي ندير غادي نوريكم ثلاثه فيهم ديال 17 درهم. يمكن غادي ندير هذا ديال الشوفان. دونك فوالا غادي نديرو غير باش يرطب لي وجهي. هاد لي ماسك هادو ما تسناوش منهم يديروا لكم شي حاجه، غير كيرطبوا الوجه وصافي. دونك فوالا نتسنى ديك 10 دقائق بحال هكا وغادي نغسلو. ضروري البنات تغسلو هاد لي ماسك هادو حيت كيكونوا فيهم دي برودوي كيبلعوا لينا المسامات، فغسلوه بالماء غير بالماء. من بعد البنات غادي ندير هاد لا كريم ايدغاتون ديالي ديال نيتروجينا. يلا خليتها ويلا كنجرب فيها صراحه، ما عرفتش واش زوينه ولا خايبه. المهم ها هي البنات، حتى هي خديتها من مرجان. قبل منها غادي ندير هاد السيروم هذا ديال اورديناري ساليسيليك اسيد. دونك كنديرو هو الاول عاد كندير لا كريم ايدغاتونت. صافي البنات هادشي اللي كاين.